اهلا بكم اعزائي الطلبه والطالبات في درس جديد على قناه برايفت ماث ليسونز. Today ان شاء الله we are going to take lesson 8 which is entitled solving quadratic equations in one variable algebraically. الدرس بتاعنا النهارده من الدروس السهله ويعتبر ان انت واخد فكره عنه في السنوات السابقه. قبل ما نبدا الليسون عايزين نحلل مع بعضينا التايتل بتاعنا وفي مجموعه كلمات مهمه لازم تكون فاهم معناهم ايه. اولا كلمه algebraically دي احنا ابتدينا نتعرف على الالجبرا في بريب 1 وعرفنا ان في فرق كبير جدا ما بين الماثيماتيكال دومين وما بين الالجبرايك دومين. الماثيماتيكال دومين ما فيش فيه فاريبلز خالص، يعني لما اقول لك 2 بلس 3 ايكوال 5 ده ماثيماتكس، لكن لما اقول لك x بلس 2 ايكوال 5 ده الجبرا. يعني الالجبرا لازم هتلاقي فيه فاريبل. طيب بعد كده كلمة one variable. one variable means x only or y only، يعني مش هتلاقي في الإكويجن بتاعت الدرس ده x و y at the same time فين في المسألة عندك. طيب وكلمة equations طبعا احنا عرفنا ان equations دي يعني two sides وبينهم علامة الإيكوال، ده اللي بيميز الإكويجن. طيب نيجي لكلمة quadratic. كلمة quadratic غريبة شوية لأن أنت قبل كده لما خدت كواد زي مثلا كلمة quadrilateral يعني four sides، يعني كلمة كواد دايما بتشير او بتريفير تو النمبر four، يعني ايه اللي جابها عندي هنا في اكس سكويرد؟ يعني انا عندي هتكلم عن اكس سكويرد اكس باور 2، ليه بقول عليها quadratic equation؟ الكلمة دي في الاصل لاتين وورد جاية من كلمة quadrus اللي هو سكوير، يعني السكوير باللغة اللاتينية يعني quadrus، ومن هنا كلمة كوادراتيك شقت طريقها للعنوان بتاعنا بمعنى سكويرد، يعني كوادراتيك means سكويرد عشان في اللاتين ووردز كوادروس means سكوير. طيب كلمة solving، solving دي انا هعمل ايه؟ solving دي معناه ان انت الفاريبل اللي عندك ده لما يجي يتحط in equation لازم ساعتها تقدر تطلع له value. يعني لو انا عندي expression في added terms انا ما اقدرش اتكلم عن ان انا اعمل له solving. كلمة solving دي دايما مربوطة بالايه؟ بالإكويشن. طيب لما نيجي نبص مع بعضينا لبعض الاكسبريشنز ديت علشان نفتكر اللي احنا خدناه قبل كده. لما اقول لك 5x plus 2 equal 7 دي equation عشان في علامة الايكواليتي وفي left hand side و right hand side. طب دي in one variable، ليه in one variable؟ عشان عندي just x. طيب دي الديجري بتاعها ايه؟ دي first degree. ليه first degree؟ عشان الباور بتاع الاكس از 1 ودي درسناها السنه اللي فاتت. اللي هندرسه السنه دي الايكويشن ديت. الايكويشن ديت دي سكند اوردر. سكند اوردر يعني ايه؟ يعني باور 2. طيب ان 1 فاريبل ولا ان 2 فاريبلز؟ لا ان 1 فاريبل اللي هو مين؟ اللي هو الاكس. طيب 2x بلس 3y ايكوال 7 زي ما انت شايف ايكويشن بس فيها 2 فاريبلز ان فيرست اوردر، دي ان شاء الله هتدرسوها الايه؟ السنه الجايه في الثيرد بريب. يبقى احنا الليسون بتاعنا النهارده المفروض ان انا هندرس الشكل ده وهعمل له سولفنج، يعني لازم اجيب الفاليو بتاعت الاكس. عشان اجيب الفاليو بتاعت الاكس هتلاقي نفسك بتستعمل حصيله المعلومات اللي انت خدتها في دروس الفاكتورايزيشن في ان انت تحول الادد تيرمز دول لمالتبلاي تيرمز هتساعدني فين؟ في الحل. طيب تعالوا نشوف مع بعضينا البيز اللي انا بشتغل عليه في الليسون او الفاكت الاساسيه اللي هقدر امشي بيها ديورنج الليسون ده. بيقول لي لو انا عندي تو نمبرز، التو نمبرز دول الملتبليكيشن بتاعهم ايكوال زيرو، ده معناه ايه؟ ده معناه ان يا اما الاولاني ايكوال زيرو يا اما الثاني ايكوال زيرو. طيب اسال نفسك سؤال، هات لي تو نمبرز لما اجي اعمل لهم برودكت يديني زيرو. جرب كده مع نفسك 1 تايمز 1 2 تايمز 3، جرب. مستحيل ابدا 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 ان انت تلاقي تو نمبرز البرودكت ايكوال زيرو الا في حاله واحده بس، ان يكون الزيرو واحد منهم، وده هنعتبره الاساس اللي هنمشي عليه في حل الكوادراتيك ايكويشن. يعني فور اكزامبل لما يجي لي التو فاكتورز دول عندي اكس تايمز اكس ماينس 3 ايكوال زيرو، ده معناه ايه؟ انا الاكس خد بالك احنا اتفقنا في علم الالجبرا ده بيرمز لنمبر، يبقى ده معناه ان يا اما ده بزيرو يا اما الاكس ماينس 3 بايه؟ بزيرو. طيب حاجه زي كده، ادي فاكتور وادي انذر فاكتور.
لما اجي اقول لك ان الاثنين دول البرودكت بتاعهم بزيرو، ده معناه ايه؟ ده معناه ان الاكس بلس 2 ايكوال زيرو، او ال 3x ماينس 5 ايكوال ايه؟ ايكوال زيرو. ومن هنا هاخد مره ده اساويه بالزيرو واشوف الفاليو بتاعت الاكس، واخد الفاكتور الثاني واساويه بالزيرو واشوف الفاليو بتاعت الاكس. الفاليوز بتاعت الاكس اللي بتطلع لي بنسميها روتس، يعني ده بنسميه فاكتور وده فاكتور، والفاليوز دي اسمها الايه؟ اسمها الروتس. تعالوا مع بعضينا نشوف بعض الاكزامبلز اللي هتعرفنا ازاي نعمل السوليوشن بتاع الايكويشن. اكزامبل 1 بيقول لي x سكويرد ماينس 5x ماينس 6 ايكوال 0. الاكسبريشن ده اعمل له فاكتورايزيشن، طبعا من الاكسبريشنز السهله. حط هنا x وهنا x، هنا نيجاتيف ساين يبقى هنا واحده بوزيتيف وواحده نيجاتيف، طبعا الكلام ده ايكوال 0. a تايمز a يديني 6 والديفرنس يديني 5، واضح ان هي 6 تايمز 1. نحط الجريتر مع الساين بتاعت الميدل تيرم، هنا ال 6 وهنا الايه وهنا ال 1. وزي ما اتعلمنا في الليسونز بتاعت الفاكتورايزيشن، لو ما عرفتش تجيبها بسرعه تاخد الترم ده تجيب له الفاكتورز وتدور على التو فاكتورز اللي يحققوا لك الايه الكونديشن ده. طيب الكلام ده معناه ايه؟ طالما عندي تو براكتس البرودكت بتاعهم ايكوال 0، ده معناه ان ايذر البراكت ده ايكوال 0 اور ان البراكت ده ايكوال 0. يبقى هنا ايذر ان x بلس 1 ايكوال 0 اور x ماينس ال 6 ايكوال كام؟ ايكوال 0. لما ال x بلس 1 ايكوال 0 يبقى ال x بكام؟ ودي ده الناحيه الثانيه بالاوبزيت ساين، يبقى ال x عندي ايكوال نيجاتيف 1 اور ان ال x عندي ايكوال كام؟ ايكوال 6. يبقى السوليوشن سيت عندي هت ايكوال نيجاتيف 1 وكام؟ و6. يعني النيجاتيف 1 وال6 لو عملت لهم سبستيوشن مكان الx في الاكسبريشن ده يديني ايه؟ يديني 0. طيب نيجي هنا 2x سكويرد بلس 7x ايكوال 0، واضح ان في x كومون، يبقى هاخد الx كومون فاكتور يبقى جوه 2x بلس مين؟ بلس 7 ايكوال 0. نفس الكلام ايذر ان الx دي ب 0 اور ان البراكت ده ب 0، يبقى ايذر ان الx ايكوال 0 اور ان 2x بلس 7 ايكوال 0. 2x بلس 7 ايكوال 0 واديني ال 7 الناحيه الثانيه بالنيجاتيف، يبقى 2x equal negative 7 ودي 2 بالديفيجن، يعني ال x equal negative 7 over a over 2. ده معناه ان السوليوشن سيت عندي هت equal معايا ال 0 وال a وال negative 7 over ال 2. نيجي اللي بعد كده. هنا ما ينفعش تقول لي هاخد ال x common ويبقى هنا x minus 6 ومره هقول ان either ان ال x equal negative 9 والبراكت ايكوال نيجاتيف 9، لا الكلام ده ما ينفعش. انا امتى بساوي التو براكتس بالرايت هاند سايد؟ لما يكون الرايت هاند سايد موجود فيه 0 بس، يبقى لازم ده يجي لي هنا، ده مش في مكانه الصحيح. يبقى دي هت ايكوال معايا اكس سكويرد ماينس 6x، ده يجي لي هنا، يبقى بلس 9 ايكوال كام؟ ايكوال 0. تعالى نعمل فاكتورايزيشن للاكسبريشن ده. عندي هنا x وهنا x، عندي هنا بلس ساين يبقى الاثنين زي الميدل تيرم نيجاتيف نيجاتيف. a تايمز a يديني 9 والسم يديني 6، واضح ان هي 3 تايمز الايه؟ 3 ايكوال 0. يبقى ان البراكت ده ايكوال 0 اور البراكت ده ايكوال 0، يعني الاكس ماينس 3 ايكوال 0 زين الاكس ايكوال كام؟ 3. يبقى السوليوشن سيت ايكوال كام؟ ايكوال 3. طب خد بالك، هم هنا روت واحد ولا تو روتس؟ لا هنا تو روتس، لكن لما باجي اكتب في السيت هنا انا ما بكررش النمبرز، لكن في الاصل هنا في تو روتس مش روت واحد بس، لان انت عندك هنا اكس سكويرد يبقى تو روتس. طب نيجي هنا نفس الكلام، هودي الناحيه الثانيه وافك ده، ده لما اجي افكه يديني اكس سكويرد بلس 4 اكس بلس مين؟ بلس ال 4. ده يجي هنا بالنيجاتيف يبقى ماينس 25 ايكوال كام؟ ايكوال 0. يبقى اكس سكويرد بلس 4 اكس ماينس 21 ايكوال 0. دايما هتلاقي الفاكتورايزيشن هنا بسيط في الليسون ده، عندي x و x بوزيتيف نيجاتيف، a تايمز a يديني 21 والديفرنس 4، واضح ان هي 7 تايمز 3 وال 7 هنا وال 3 هنا. يبقى x بلس 7 ايكوال 0 اور ان ال x ماينس 3 ايكوال 0، يعني هنا ال x ايكوال نيجاتيف 7 او ال x ايكوال كام؟ او ال x ايكوال 3. يبقى السوليوشن سيت عندي هت ايكوال نيجاتيف 7 وكام؟ و 3. طيب اللي بعديها، المسألة اللي بعديها دي من المسائل المشهورة جدا في الليسون ده وبتيجي كتير في التشوز. يجي لك اكس سكويرد بلس بيرفكت سكوير ايكوال 0. طيب هنا أولا ده ما ينفعش تعمل له فاكتورايزيشن،
يعني هتضطر تعمل كومبليتنج سكوير، ومفيش هنا في الايكويجن ما بعملش كومبليتنج سكوير خالص. فهنا هعمل ايه؟ هو والله ان الاكس سكويرز ايكوال كام، ده يروح الناحيه الثانيه تبقى نيجاتيف ايه، نيجاتيف 4. وده الايكويجن دي عمرها ما تتحقق ابدا تحت الايه، تحت الريل دومين. يعني في الريل نمبرز مفيش ابدا نمبر عندي لما اجي اعمل له سكويرنج يديني نيجاتيف، وبالتالي ان السوليوشن سيت عندي هنا هتيكوال ايه، هتيكوال فاي. المساله دي مشهوره جدا، خليك عارفها عشان الحل بتاعها دايما بيبقى فاي. طيب نيجي المساله اللي بعد كده، اكزامبل 2. هو بيحاول طبعا يبتدي يصعب لك الدنيا شويه، جايب لك هنا التو براكتس معمولهم فاكتورايزيشن على اساس ان انت تغلط وتقول ايذر ان الاكس ماينس 3 ايكوال 20 اور الاكس بلس 5 ايكوال 20، يا اما ده ب 20 يا اما ده ب 20، وكده يبقى انت وقعت في الفخ. لان احنا قلت لك هنعملش الحركه دي لما يكون هنا زيرو، يعني 20 لازم ترد فين؟ في الليفت هاند سايد، بس ما ينفعش ترد عليهم كده، يبقى لازم اضم دول تاني. يبقى هنا الاكس تايمز اكس اكس سكويرد، اكس تايمز 5 يبقى بلس 5 اكس، هنا نيجاتيف 3 اكس ماينس ال 15، وتجيلي هنا 20 بالنيجاتيف ايكوال كام؟ ايكوال 0. يبقى هنا عندي اكس سكويرد بلس 5 اكس ونيجاتيف 3 يبقى بلس 2 اكس، هنا ماينس ال 35 ايكوال كام؟ ايكوال 0. السمبلست فورم الفاكتورايزيشن، a تايمز a يديني 35 والديفرنس يديني 2، واضح ان هي 5 تايمز ال 7، وال 7 هنا وال 5 ايه؟ وال 5 هنا. يبقى هنا ايذر ان الاكس بلس 7 ايكوال 0 اور ان الاكس ماينس ال 5 ايكوال كام؟ ايكوال 0. يبقى هنا الاكس ايكوال نيجاتيف 7 والاكس ايكوال كام؟ ايكوال 5. يبقى السوليوشن سيت عندي هتيكوال ال 5 والنيجاتيف الايه؟ والنيجاتيف 7. نيجي للاكزامبل اللي بعد كده، يبتدي بقى يجيب لك مجموعه افكار، الافكار دي لازم تتعرض ليها عشان لما يجي لك المساله تعرف هتشتغل فيها ازاي. طب انت هنا هتفتكر ان المساله دي فيرست اوردر، لا المساله مش فيرست اوردر، المساله دي هنا ده فيرست اوردر، وده عندك ده في الدينومينيتور الباور بتاعه از نيجاتيف 1، فلازم انا اظبطه الاول. طب هعمل ايه؟ هنا في المسائل اللي زي دي هتملتبلاي الايكويشنز كلها في الليست كومن مالتيبل لكل الدينومينيتورز. انا عندي مين في الدينومينيتور؟ عندي في اكس وعندي 2، يبقى هنا هملتبلاي البوث سايدز اوف ذا ايكويشن باي 2x. يبقى هنا ملتبلاي ذا ايكويشن باي 2x. تعال ناخدها واحده واحده. يبقى هنا 2x تايمز x ماينس 2 اوفر الx ايكوال 2x تايمز 7 اوفر كام؟ اوفر 2. ده هندخله مرة هنا وندخل ده مرة هنا، يبقى ده هيكوال مع ده ما يخش هنا يبقى يديني 2x سكويرز، كلام ده ماينس ده لما يتعمل له ملتيبليكيشن هنا الاكس تروح مع الاكس يبقى معايا نيجاتيف ايه؟ نيجاتيف 4. ده هيكوال معايا هنا 2 راحت مع 2 يبقى 7 ايه؟ 7x. ده يجي هنا بالنيجاتيف يبقى 2x سكويرز ماينس 7x ماينس ال 4 ايكوال كام؟ ايكوال 0. نعمل سيزر هنا 2x وايه؟ واكس. a تايمز a يديني ال 4 والديفرنس بين التو دياجونالز يديني كام؟ يديني 7. يبقى واضح ان انا عايز اكبر الدياجونال شويه، اخلي ده هنا ال 4 واخلي ده هنا ال 1 والنيجاتيف هنا والبوزيتيف ايه هنا. يبقى ده اول ايه براكت وده الثاني. يبقى هنا يبقى هتوصل معايا ان ال 2x بلس ال 1 تايمز الاكس ماينس ال 4 ايكوال 0. يبقى اذا الفاكتور ده 2x بلس ال 1 ايكوال 0 اور ان الاكس ماينس ال 4 ايكوال 0. هنا ال 1 يروح هناك بالنيجاتيف 1 وتعمله ديفايدد 2 يبقى الاكس عندي هنا ايكوال نيجاتيف 1 اوفر 2، وهنا الاكس عندي ايكوال كام؟ ايكوال 4. يبقى السوليوشن سيت عندي هتيكوال ال 4 والايه والنيجاتيف 1 اوفر 2. طالما بعدين نشوف اكزامبل 3. اول بروبلم عندي 3x باور 3 ايكوال 12x. خد بالك انا عندي هنا انت شايف بعينك اكس باور كام؟ اكس باور 3. ده معناه ان الايكويشن دي ليها 3 روتس. يعني اوعى تقول لي ان انا هعمل سمبليفاي للتو سايدز دول واشيل اكس من هنا واكس من هنا. دي غلطه كبيره جدا وانت بتعمل سولفنج للايكويشنز. ما ينفعش اعمل سمبليفيكيشن للاصل بتاع الايه؟ بتاع المساله. انا ممكن اجيب الروتس وبعد ما اجيب الروتس اعمل سمبليفاي ليها، بس في مرحله تحديد الروتس والسوليوشن بتاعها ما ينفعش اعمل سمبليفيكيشن خالص. طب انا هتصرف ازاي؟ لا اجيب دي هنا بقى، اجيب دي الليفت هاند سايد. يبقى هنا
3x باور 3 ماينس 12x ايكوال كام؟ ايكوال 0. مين الكومنز اللي اقدر اخدها؟ ممكن اخد 3x، يبقى هنا x سكويرد ماينس 4 ايكوال كام؟ ايكوال 0. ده difference between two squares، يبقى انا عندي 3x times x minus 2 times x plus 2 ايكوال كام؟ ايكوال 0. طبعا ده كان هيروح منك، لو جيت في الاول عملت هنا x تروح مع x، ده كده راح منك. طيب يبقى either ان 3x ايكوال 0 او ال x minus 2 ايكوال 0 او ال x plus 2 ايكوال 0. يبقى هنا either ان ال 3x ايكوال 0 or ال x minus 2 ايكوال 0 or ال x plus 2 ايكوال كام؟ ايكوال 0. ده معناه هنا ودي ال 3 تحت ال 0، يبقى ودي 3 هنا بالديفيجن، يعني ال x ايكوال 0 ديفايد 3 يعني ال x ايكوال 0، او ال x ايكوال يروح هنا بال 2 وهنا ال 2 تروح بالنيجاتيف 2، يعني ال x ايكوال نيجاتيف ايه 2. يبقى السوليوشن سيت عندي هنا هيكوال معايا 0 2 نيجاتيف 2. از اكسبكتد انا عندي 3 روتس اللي هو هنا x باور كام؟ x باور 3. المساله اللي بعديها x باور 4، انا شايف x باور كام؟ باور 4، يبقى لازم اطلع في السوليوشن سيت 4 روتس. طيب دي طبعا تتحل كده، هيبقى هنا x سكويرز وهنا x سكويرز، هنا بلس يبقى هنا نيجاتيف وهنا نيجاتيف. a تايمز a دي 9 والسم 10، واضح قوي ان هي 9 تايمز a تايمز 1. لو انت خارج من دروس الفاكتورايزيشن متمكن، الدرس ده بالنسبه لك هيبقى سهل جدا. طب ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن x ماينس 3 تايمز x بلس 3، وده هنا x ماينس 1 تايمز x بلس مين؟ بلس 1 ايكوال 0. يبقى ايذر ان ال x ماينس 3 ايكوال 0 اور x بلس 3 ايكوال 0 اور x ماينس 1 ايكوال 0 اور x بلس 1 ايكوال 0. يبقى then ال x ايكوال 3 او ال x ايكوال نيجاتيف 3 او ال x ايكوال 1 او ال x ايكوال نيجاتيف 1، يعني السوليوشن سيت عندي هت ايكوال 3 ونيجاتيف 3 و1 ونيجاتيف 1، 4 روتس از ايه؟ از اكسبكتد. طيب اللي بعديها، شايف انا بعيني x باور 3 وهطلع 3 روتس، خد ال x كومون، يبقى معايا x سكويرد ماينس 4 ايكوال 0، difference between two squares، يعني x هنا x ماينس 2 x بلس 2 equal 0. يبقى ال x equal 0 or ان ال x minus 2 equal 0 or ال x plus 2 equal 0. يعني هنا ال x equal 0 or ان ال x equal 2 او ال x equal negative 2، يعني solution set عندي هت equal 0 to negative 2. اللي بعديها هنا x power 4 two brackets equal 0، يبقى عندنا x squared x squared هنا plus، يبقى ال two signs زي ده يبقى negative negative. a times a يديني 36 والسم 13 اشهر حاجة 4 times 9. طب دي difference between two squares، difference between two squares، يبقى يديني x plus 2 x minus 2 x plus 3 x minus 3 equal كام؟ equal 0. يبقى إذا إن ال x plus 2 equal 0 or x minus 2 equal 0 or x plus 3 equal 0 or x minus 3 equal 0. هنا يبقى ال x equal negative 2 x equal 2 x equal negative 3 x equal كام؟ 3. يبقى السوليوشن سيت عندي هت equal negative 2 2 ونيجاتيف 3 وايه؟ و 3. تعالوا مع بعضينا نشوف الاكسرسايزز اللي على ليسون 8. عايز السوليوشن سيت ان ار، هنا اكس سكويرد ماينس 6 اكس ايكوال 0، واضح ان في اكس كومون، يبقى معايا هنا اكس ماينس ال 6 ايكوال ايه؟ ايكوال 0. خلاص يبقى ايذر ان الاكس ب 0 او الاكس ماينس 6 ب 0، سهله جدا. يبقى اكس ايكوال 0 اور x minus 6 equal 0.
x minus 6 equal 0 نودي الناحية التانية بالبوزيتيف ساين يبقى ال x equal كام equal 6 يبقى السوليوشن سيت عندي هنا هت equal معايا 0 a 0 6. طيب المسألة التانية x squared minus 16 equal 0 difference between two squares يبقى x minus 4 times x plus mean plus 4 equal a equal 0 يبقى ال x عندي minus 4 equal 0 or x plus 4 equal 0 يعني ال x equal 4 or x equal negative 4 يبقى السوليوشن سيت عندي هت equal 4 و a و negative 4. المسألة اللي بعد كده 4x squared minus 25 equal 0 still difference between two squares يبقى عندي هنا هيبقى 2x minus 5 times 2x plus 5 equal 0 يبقى 2x minus 5 equal 0 or 2x plus 5 equal 0. طيب ده يروح ناحية تانية بالبوست 5 وتعمل له divided 2 يبقى الx عندي هت equal 5 over 2 or الx عندي هت equal negative 5 over a over 2 يبقى السوليوشن سيت عندي هت equal negative 5 over 2 وال 5 over a over 2. اللي بعد كده x squared plus 5x plus 6 مسألة زي دي عيب قوي تروح تعملها على الكالكليتر وتجيب الروتس وبعد كده تجيبها بالراجع وتجيب الفاكتورز. ده كده انت مش هتتعلم ماثيماتكس. الكالكليتر ما تروحلهاش الا في الحاجات اللي فعلا حاجات كبيره. طيب هنا يبقى 2 براكتس هنا عندي x و x بوزيتيف بوزيتيف a تايمز a ايكوال 6 والسم ايكوال 5 2 تايمز 3 يبقى ايذر ان x بلس 2 ايكوال 0 or ال x plus 3 equal 0 يعني هنا ال x equal negative 2 or ال x equal negative 3 يبقى السوليوشن سيت عندي هت equal negative 2 negative a و negative 3. problem 5 x squared minus 8x plus 15 equal 0 factorization سهل. هنا عندي x و x positive sign يبقى 2 sign زي دي يبقى negative و negative a times a equal 15 والسم يديني 8 3 times 5 يبقى ال x minus 3 هت equal 0 or ال x minus 5 هت equal 0 يبقى ال x عندي هنا هت equal 3 or ال x equal 5 يعني السوليوشن سيت عندي هت equal ال 3 وال a وال 5. اللي بعديها x و x positive negative ال 18 عبارة عن 2 times 9 يبقى 9 هنا وال 2 هنا equal 0 يبقى انا عندي ال x plus 9 هت equal 0 or ال x minus 2 equal 0 يبقى ال x equal negative 9 او ال x equal 2 يعني السوليوشن سيت عندي هت equal ال 2 وال a وال negative 9. اللي بعديها x squared minus x minus 20 positive negative a times a 20 with difference 1 طبعا 4 times ال 5 ال 5 هنا مع ال minus يبقى ال x plus ال 4 equal 0 or ال x minus ال 5 equal 0 يعني هنا ال x equal negative 4 or ال x equal ال 5 يبقى السوليوشن سيت هت ايكوال معانا نيجاتيف 4 و a و 5. اللي بعديها واضح ان دي تحل سيزر هنا ال 6x سكوير. طب نجرب مثلا انا عندي هنا 6x وعندي هنا 3 لو قلنا 2 تايمز 3 نجرب كده 2x تايمز 3x انا عايز الديفرنس ايكوال 7 يبقى نخلي هنا 3 كده يجيب 9 وكده minus 2 يديني 7 يبقى نخلي الدياجونال الكبير بالماينس هنا plus 3 times الـ الـ 1 يبقى هنا هيبقى 2x minus 3 وهنا 3x plus mean plus الـ 1 يبقى الـ 2x minus 3 equal 0 or 3x plus الـ 1 equal 0 يبقى هنا الـ 2x equal تروح هناك الناحية التانية بالـ 3 يعني ال x equal
3 over 2. هنا 3x equal negative 1 يعني ال x هت equal negative 1 over 3 يعني solution set عندي هت equal 3 over 2 و negative 1 over كام over 3. اللي بعديها نفس الكلام هنحلها سيزر 2x times ال x a by a يديني 4 والديفرنس 7 يبقى لازم نعلى بالدياجونال يبقى نخليها 4 تايمز ال 1 عشان ده يديني 8 وده يديني 1 الديفرنس از 7 يعني نخلي ده بالبوزيتيف وده بالايه بالنيجاتيف يبقى ال 2x ماينس ال 1 وهنا ال x بلس مين بلس ال 4 يبقى ال 2x ماينس 1 ايكوال 0 اور ال x بلس ال 4 ايكوال 0 يعني هنا ال 2x ايكوال 1 يبقى ال x ايكوال 1 اوفر 2 or ال x equal negative 4 يبقى السوليوشن ست عندي هت equal 1 over 2 و negative ال a و negative 4. اللي بعديها two x و x a by a ديني 3 و difference يبقى 5 يبقى لازم اعلى بالدياجونال يبقى نخلي 3 هنا كده وده كده 1 كده يديني 6x وكده x يبقى الديفرنس بينهم فعلا 5 نخلي الدياجونال ده بالنيجاتيف وده بالايه بالبوزيتيف يبقى 2x بلس 1 وعندي هنا x ماينس a ماينس 3 يبقى هنا يبقى 2x بلس 1 ايكوال 0 اور x ماينس 3 ايكوال 0 يعني ال x ايكوال نيجاتيف 1 اوفر 2 اور ال x ايكوال 3 يعني السوليوشن سيت عندي هت ايكوال 3 ونيجاتيف 1 اوفر ال2. نيجي اللي بعد كده 2 brackets equal 0 هنا x و x plus و plus a times a يديني 4 والسم 4 واضح ان هي 2 times 2 يعني الاكسبريشن ده عباره عن perfect square trinomial يعني يا اما ال x plus 2 equal 0 or ال x plus 2 equal 0 طبعا الاثنين واحد يعني ال x هت equal معايا negative a negative 2. طب هما كام روت؟ هما دبل روتس يعني الاس اس عندي هيكوال معايا نيجاتيف ايه نيجاتيف 2. اللي بعديها 9x باور 2 ماينس 6x بلس 1 ال9 الروت بتاعها 3x ال1 الروت بتاعه 1 الميدل تيرم متحقق فيه توايس ده تايمز ده يعني كل ده عباره عن ايه ده عباره عن 3x ماينس 1 اول اوفر سكويرد ايكوال كام ايكوال 0 قلنا ماينس عشان هنا في ايه ماينس يعني ده معناه ان ال 3x minus 1 equal 0 يعني ال 3x equal 1 يعني ال x equal 1 over a 1 over ال 3 يبقى زين السوليوشن ست عندي هت equal 1 over a 3. exercise 2 find in r ال ss of the following equations هنا x squared equal x زي ما اتفقنا اوعى تعمل simplification وتقول ال x هتروح مع ال x يبقى ال x الكلام ده مش مظبوط لازم اجيب الروتس وزود اني سمبليفيكيشنز يبقى الاكس تيجي هنا بالنيجاتيف يعني الاكس سكويرد ماينس الاكس ايكوال كام ايكوال 0 ناخد اكس كومون يبقى الاكس تايمز اكس ماينس 1 ايكوال 0 يعني الاكس ايكوال 0 اور الاكس ماينس 1 ايكوال 0 يعني الاكس ايكوال 0 اور الاكس ايكوال كام ايكوال 1 يعني الاس اس هيكوال معايا 0 ايه 0 1. اللي بعديها نفس الكلام هنجيب دي هنا يبقى ال 3x squared minus 7x equal 0 ناخد ال x common يبقى 3x minus 7 equal 0 يبقى either ان ال x equal 0 or ال 3x minus 7 equal كام equal 0 يعني ال x equal 0 or ال 3x equal 7 يعني ال x equal 7 over a over 3 ده يديني ان ال s s هت ايكوال معايا 0 و 7 over a over 3. problem 3 4x squared equal 49 يعني ال 4x squared minus ال 49 equal 0 difference between two squares اللي هو 2x minus 7 times 2x plus 7 equal 0 يبقى either ان 2x minus 7 equal 0 or ال 2x بلس 7 ايكوال 0 النيجاتيف 7 تروح هنا بال 7 يبقى الاكس عندي هت ايكوال
7 over 2 or الx هت equal negative 7 over a 2. يبقى السوليوشن سيت عندي هت equal negative 7 over 2 وال 7 over a over 2. اللي بعديها ال 6 دي نجيبها هنا في الليفت هاند سايد في مكانها الطبيعي، يبقى الx squared plus الx minus ال 6 equal 0 two brackets. يبقى عندي x و x positive negative a times a يديني ال 6 والdifference is 1 3 times 2 وال 3 تبقى هنا وال 2 هنا. يبقى either n ال x plus 3 equal 0 or x minus 2 equal 0. ده معناه ان ال x equal negative 3 or ال x equal كام 2، يعني ال ss equal 2 negative 3. اللي بعد كده دي هنا تروح بالبوزيتيف ساين، يبقى x squared minus 8x plus 15 equal 0 تو براكتس اللي عندي هم، يبقى عندي x minus و x minus واضح ان هي 3 times 5 والسم بتاعهم يديني 8، يبقى ال x minus 3 equal 0 or ال x minus 5 equal 0، يعني ال x هت equal 3 او ال x هت equal 8 ال 5، يعني ال S S عندي هت equal 3 و 5. هنودي ده هنا بالنيجاتيف، يبقى x squared minus ال 15 minus 2x equal 0. نعمل لها arrangement، يعني x squared minus 2x minus ال 15 equal كام equal 0 two brackets. هنا x minus و x plus a times a يديني 15 والديفرنس 2، واضح 3 times ال 5 وال 5 هنا وال 3 هنا، يبقى ال x minus ال 5 equal 0 or ال x plus 3 equal 0، يعني ال x equal 5 or ال x equal negative 3. يبقى السوليوشن سيت عندي هت equal 5 و a والنيجاتيف 3. طيب نودي ده هنا بالبوزيتيف، هنا 2x squared minus 10x plus 12 equal 0، في 2 ممكن اخدها common، يعني دي هتديني هنا 2 وهنا x squared minus 5x plus 6 equal 0. يبقى هنا عندي 2 وهنا 2 brackets 2i x minus x minus 2 times 3 equal 6 وال sum is 5، يبقى هنا 2 وهنا ايه وهنا 3. يبقى اذا ان ال x minus 2 equal 0 or x minus 3 equal 0، يعني ال x عندي هت equal 2 or x equal، يبقى solution set هت equal معايا 2 و 3. اللي بعديها نودي ده هنا، يبقى هنا عندي 6x squared minus 6 minus 22 equal 0. هنا محتاج ال difference ب 1، ال 22 واضح ان هي 11 times 2، وهنا عندي ال 6 1 تايم 6، لو خلينا ال 2 مع ال 6 يبقى 12 ومعايا 11 جبت الديفرنس. يبقى هنا 6x وهنا x ونخلي هنا ال 2 وهنا الايه ال 11 كده 12 كده ايه كده 11، ونحط الماينس مع الدياجونال الكبير، يبقى هيديني 6x بلس ال 11 وعندي هنا x ماينس 2 ايكوال كام ايكوال 0. يبقى ال 6x بلس ال 11 equal 0 or ال x minus 2 equal 0. هنا يبقى ال x equal negative 11 over 6 او ال x equal كام equal 2. يبقى solution set عندي هت equal negative 11 over 6 وال a وال 2. problem 9 تبقى 5x squared plus 12x minus 44 equal 0. واضح ان هي 5x و x على طول. طيب انا عايز الديفرنس ايكوال 12، هنا لو خليت هنا 2 وهنا 22 هنا 2 وهنا 22 كده يبقى 22x كده 10x، الديفرنس فعلا از 12، ونخلي الدياجونال الكبير مع الساين ديت، يبقى هنا بلس وهنا ماينس، يبقى دي هتديني 5x بلس 22 وهنا x ماينس 2 ايكوال 0. يبقى ايذر ان ال 5x plus 22 equal 0 or x minus 2 equal 0، يعني هنا ال x هت equal ده يروح الناحية التانية بالنيجاتيف ساين، يبقى نيجاتيف 22 وال 5 تيجي هنا بالديفيجن،
او ال x equal كام equal 2، يبقى ال s s هت equal 2 و negative 22 over ال a over ال 5. اللي بعديها هنجيب ال 2 terms دول في ال left hand side، يبقى ال 12 x squared هنا positive 47 تروح ناحية تانية negative ال 47 x، negative 45 تروح بال positive 45 a equal 0. ال 47 ده برايم يعني مش هينفع اخد كومن فاكتور، يبقى هنحل صدر على طول. تعال ناخد ال 4x وهنا 3x، انا عندي هنا بوزيتيف ساين يبقى هنا عندي نيجاتيف نيجاتيف. عايز اوصل بالداونه ل 47. ال 45 عندي اشهر حاجه 5 تايمز ال 9، اجرب الحاجات المشهوره دي. لو خدت هنا ال 9 عشان اكبر الدياجونالز، هنا ال 9 يبقى 36 وهنا 5 يبقى 15. 36 بلس ال 15 هيديني 51، مش هينفع. لو خدت ال 5 هنا يبقى انا عندي كده 20، وخدت ال 9 هنا يبقى 27، يبقى تيجي معايا هنا 9 وهنا كام وهنا 5، يبقى هنا يبقى معايا 4x minus 9 times 3x minus 5 equal 0، يبقى ال 4x minus 9 equal 0 or 3x minus 5 equal 0. يعني ال x عندي هت equal 9 over 4 or ال x عندي هت equal 5 over 3. يبقى ال s s هت equal 9 over 4 و 5 over a over 3. نيجي المسألة اللي بعديها، لازم ادستريبيوت ده وادخل ده هنا، يبقى دي 5x squared plus 15 minus ال a minus ال 60. طيب انا عندي ده equal 0، يبقى 5x squared الكلام ده minus ال 45 equal 0، ناخد 5 common، يبقى x squared minus 9 equal 0. ده difference between two squares، يبقى 5 times x minus 3 x plus 3 equal 0. يبقى either ان ال x minus 3 equal 0 or ال x plus 3 equal 0، يعني ال x equal 3 او ال x equal negative 3، وبالتالي solution set هت equal 3 و negative a 3. المسألة اللي بعديها هندستريبيوت ده هنا وهنا، يبقى عندي x squared minus 3x، نجيب ده هنا هيبقى minus 5x equal 0، يبقى x squared minus 8x equal 0. ناخد x common، يبقى انا عندي هنا x وعندي x minus 8 equal 0، يبقى اما ال x equal 0 او ال x minus 8 equal 0، يعني ال x equal 0 او ال x equal كام x equal 8. يبقى solution set عندي هت equal 0 مين وال 8. اللي بعديها الاكسرسايز اللي بعد كده برضك نفس الكلام، هنصلف الحاجات ديت، نعمل ديستريبيوشن الاكس هنا وهنا، يبقى x squared minus 5x plus 6 equal 0، حلينا زيها كتير قبل كده. يبقى انا عندي x minus 2 x minus 3 equal 0، يبقى ال x minus 2 equal 0 او ال x minus 3 equal 0، يعني ال x عندي هت equal 2 or ال x equal 3، يبقى السوليوشن سيت هت ايكوال 2 كام و 3. هنا نفس الكلام، هنا هيبقى x squared plus 3x، نجيب دي بالنيجاتيف، minus 10 equal 0، 2 brackets x و x plus و minus a times a يديني 10 والdifference 5، اشهر حاجه 5 times 2، يبقى هنا 5 وهنا 2، يبقى ال x plus ال 5 equal 0 or x minus 2 equal كام equal 0، يعني ال x equal negative 5 or x equal كام equal 2. يبقى solution set عندي هت equal 2 و negative 5. هنا ما ينفعش طبعا نقول ده equal 5 وده equal 5، الحاجات دي مع الزيرو بس، وبالتالي لازم اعمل combination للتو براكتس دول تاني واخلي ال 5 دي left hand side. يبقى هنا x squared ده times ده وده times ده، يبقى plus ال x minus 3x minus 3، دي تيجي هنا بنيجاتيف 5 equal 0، يبقى x squared انا عندي هنا x ونيجاتيف 3x يبقى نيجاتيف 2x وهنا نيجاتيف 8 equal 0. نعمل 2 brackets x plus و x minus a times a يديني 8 والdifference 2، واضح ان هي 4 times 2، يبقى 4 هنا وال 2 هنا، يبقى x plus 2 equal 0 or
x minus 4 equal 0 يعني ال x equal negative 2 or ال x equal 4 يبقى السوليوشن سيت هت equal negative 2a و 4. اللي بعديها بيعرضك لكل الأفكار الممكنة في مسائل الإكويجنز x times x x squared x times negative 3 negative 3x 8 times x positive 8x 8 times negative 3 negative 24 وجد هنا بالنيجاتيف equal 0 يبقى ال x squared negative 3x و negative 3x يبقى negative 6x و 8x يبقى plus 2x minus 24 equal 0 x positive x negative عشان هنا في negative sign 8 times 8 24 والdifference is 2 واضح 6 times 4 يبقى ال 6 هنا وال 4 هنا يبقى ال x plus 4 equal 0 or ال x minus 6 equal 0 يعني ال x equal negative 4 or ده يروح الناحية التانية ال x equal 6 يعني solution set هت equal negative 4 وال a وال 6. اللي بعديها ندخل ده هنا وهنا وندخل ده هنا وده ايه وده هنا 2x times x 2x squared 2x times negative 5 negative 10x هنا minus 20 plus 4x equal 0 يعني ال 2x squared minus 6x minus 20 equal 0. ناخد 2 as a common يبقى عندي هنا x squared minus 3x minus 10 equal 0 يبقى ال 2 عندي x positive x negative 8 times 8 دي 10 والديفرنس 3 واضح ان هي 5 يبقى 5 times 2 يبقى انا عندي هنا يظهر ان x plus 2 equal 0 or x minus 5 equal 0 يعني x equal negative 2 or x equal a equal 5 يبقى solution set هت equal معانا negative 2a و 5. اللي بعديها ده هنا واضح ان هو ديفرنس على طول بين تو سكويرز يعني بلاش تفك ده يعني خليها كده x plus 3 minus 7 و x plus 3 plus 7 زي ما اتعلمنا في دروس الفاكتورايزيشن. طيب x plus 3 minus 7 اللي هي ال x minus 4 وهنا ال x plus مين ال 10 equal 0 يبقى إذر إن الـ x minus 4 equal 0 or الـ x plus 10 equal 0 يعني الـ x هنا equal 4 وهنا الـ x equal negative 10 يبقى solution set هت equal الـ 4 والـ a و negative 10. اللي بعديها خد بالك ما ينفعش أدستريبيوت ده وده عليه squaring لازم أفك ده الأول يعني دي هتبقى 4 تايمز هنا هيبقى x سكويرد بلس توايز ده تايمز ده يعني 10x بلس ال 20a ال 25 الكلام ده ماينس ال 25 ايكوال كام؟ ايكوال 0 وندخل ال 4 دلوقتي يبقى 4x سكويرد بلس 40x بلس ال 100 ماينس ال 25 ايكوال 0 يبقى 4x سكويرد بلس 40x plus 75 equal كام؟ equal 0. طيب نعملها سيزر يبقى نخلي مثلا 2x و2x عندي a times a يديني 75 والسم بتاعهم بتاع 2 diagonals يديني 40. طب نخليها 3 times 25 هتبعد معايا جدا لازم نقلل شوية الايه النمبرز. طيب نخليها 5 times 15 نخلي هنا 5 مثلا وهنا 15 كده يديني 30 كده يديني 10 فعلا الصم بتاعهم 40 يبقى انا عندي هنا ال 2x بلس 15 وعندي هنا ال 2x بلس مين بلس ال 5 ايكوال 0 ده معناه ان الx هت ايكوال هنا نيجاتيف ال 15 ديفايدد 2 اور الx هت ايكوال نيجاتيف 5 ديفايدد 2 يعني السوليوشن سيت هت ايكوال نيجاتيف 5 ديفايدد 2 ونيجاتيف 15 ديفايدد ايه divided to. مسألة اللي بعديها لازم أفك ده الأول يبقى أنا عندي هنا x squared minus twice the first times the second plus the second squared plus the x minus 3 equal 0 بتيجي هنا بنيجاتيف 3. طيب يبقى x squared negative 2x و x يبقى negative الx
بلس 1 ونيجاتيف 3 بنيجاتيف 2 ايكوال 0. واضح ان هي 1 تايمز 2 يبقى الاكس ماينس 2 والاكس بلس 1 يبقى الاكس ماينس 2 ايكوال 0 اور الاكس بلس 1 ايكوال 0 يعني الاكس ايكوال 2 اور الاكس ايكوال نيجاتيف 1 يعني السوليوشن سيت هت ايكوال نيجاتيف 1 وايه و2. بروبلم 9 هنا تلاحظ ان البراكت ده والبراكت ده شكل بعض يعني هيبقى غلطة لو انا فكيت ده الاول وبعد كده عملت ديستريبيوشن لل2 ديستريبيوشن لل7 قصة كبيرة جدا. طب ما ناخد الاكس بلس 3 كومون يعني ناخد الاكس بلس 3 كومون كده يبقى ايه هنا يبقى هنا 2 تايمز الاكس بلس 3 ويبقى ايه من هنا بلس 7 يبقى انا حولتهم ل2 براكتس اهم. طب يبقى هنا عندي الاكس بلس 3 طب وهنا هيبقى 2x بلس 6 بلس 7 ايكوال 0 يعني x بلس 3 وهنا هيبقى 2x بلس 13 ايكوال 0 يبقى اذا ان x بلس 3 ايكوال 0 اور 2x بلس 13 ايكوال 0 يبقى هنا x ايكوال نيجاتيف 3 اور 2x ايكوال نيجاتيف 13 يعني الx equal negative 13 over 2 يبقى solution set هت equal معايا negative 3 و negative 13 over 2. المسألة دي حلوة جدا. طيب نيجي نشوف المسألة دي. طيب نودي البراكت ده هنا انا عندي هنا 2x plus 1 squared minus 3x minus 1 squared equal 0 نفك ده ونفك ده يبقى الـ first squared عبارة عن 4x squared plus 4x اللي هو twice ده times ده plus 1 minus ناخد بالنا من minus ده لازم يخش يغير لكل اللي جوه يبقى الفكرة بتاعت المسألة دي ان في minus بعديها bracket يبقى هنا 9x squared minus 6x plus mean 1 equal 0 نوضب المسألة تاني يبقى 4x squared plus 4x plus 1 minus 9x squared plus 6x minus 1 equal 0 هنا 4x squared و negative 9 يبقى عندي negative 5x squared positive 4 و positive 6 يبقى positive 10 يبقى plus 10x هنا عندي 1 وعندي negative 1 راحوا مع بعض هما الاثنين يبقى ده يديني ايه؟ ده يديني 0 تعالوا ناخد negative 5x as a common يبقى negative 5x يبقى عندي انا x minus الـ a minus 2 equal كام؟ equal 0 يبقى either negative 5x equal 0 or x minus 2 equal 0 ده معناه ان ال x equal 0 اللي ده يروح لك بالديفيجن او ال x equal كام 2 يبقى السوليوشن ست هت equal 0 ايه 0 2. المسألة اللي بعد كده هنفك ده وهنفك ده يبقى هنا 4x squared minus 4x plus 1 كلام ده بلس طالما بلس اشتغل على طول x squared minus 2x plus 1 الكلام ده نيجاتيف 10 equal 0 4x و x squared يبقى 5x squared نيجاتيف 4 و نيجاتيف 2 يبقى نيجاتيف 6x positive 1 و positive 1 و نيجاتيف 10 يبقى نيجاتيف 8 equal 0 2 brackets واضح ان هي 5x و x تعالوا نوزع ال 8 بحيث ان ال difference between the two diagonals is 6 طب نخلي هنا 2 هنا 4 يبقى هنا يديني 10 كده يديني 4 ال difference is 6 نخلي ال diagonal الكبير هو اللي مع الساين دي يبقى النيجاتيف هنا والبوزيتيف هنا يبقى انا عندي هنا 5x plus 4 وعندي هنا x minus ال 2 يبقى عندي هنا either ان ال 5x plus 4 equal 0 or ال x minus 2 equal 0 يعني ال 5x equal negative 4 وديت ال 4 هنا بالنيجاتيف 4 يعني ال x equal negative 4 over 5 or ان ال x equal كام x equal 2 يعني السوليوشن سيت عندي هت equal 2 ونيجاتيف 4 over ال a over 5. نيجي المسألة اللي بعد كده بعيني ألمح ان ده زي ده تمام والاقي ده معمول له سكويرنج طب ما ده كله ممكن اعتبره اكس الحاجات المساله دي لو تفتكروا كانت جايه في الاكسلنت بيوبلز في مسائل الفاكتورايزيشن يعني ممكن اعمل تو براكتس كده على طول
واقول ان الشغل بتاعي هيبقى بدل ما هو على اكس هيبقى على اكس بلس 3، وهنا اكس بلس مين؟ بلس 3. وعندي هنا نيجاتيف يبقى واحده بوزيتيف واحده ايه؟ نيجاتيف. a تايمز a اديني 10 والديفرنس 3 5 تايمز 2 وال5 هنا وال2 ايه؟ وال2 هنا. يبقى هنا عندي الاكس بلس 3 بلس 5 يعني اكس بلس ال8، وهنا اكس بلس 3 ماينس 2 يعني الاكس بلس ال1 ايكوال 0. يبقى ايذر ان الاكس بلس ال8 ايكوال 0 اور الاكس بلس ال1 ايكوال 0، يعني الاكس ايكوال نيجاتيف 8 او الاكس ايكوال نيجاتيف ايه نيجاتيف 1. يعني السوليوشن سيت هيكوال عندي نيجاتيف 1 و ايه ونيجاتيف 8. اكسرسايز 4 هنا 2x باور 3 ماينس 8x ايكوال 0. هناخد الاكس كومن وعندي برضك ال2 كومن، يبقى هاخد 2x از ا كومن. يبقى هنا اكس سكويرد ماينس ال4 ايكوال 0. طبعا انت شايف هنا x باور 3 يبقى لازم يطلع عندي 3 روتس، يبقى ال 2x تايمز x ماينس 2 x بلس 2 ايكوال 0. يبقى نيذر ان ال 2x ايكوال 0 اور x ماينس 2 ايكوال 0 اور x بلس 2 ايكوال 0. يعني ال x عندي هنا ايكوال 0 لان عندي هنا ال 2 هتروح بالديفيجن، يبقى 0 ديفايد 2 از 0 اور الx عندي equal 2 or الx equal negative 2. يبقى السوليوشن سيت عندي هت equal 0 و 2 و negative 2. السؤال اللي بعد كده هنا هيبقى 4x باور 3 minus 9x equal 0. ناخد x common يبقى جوه 4x minus 9 4x squared minus 9 equal 0. يبقى هنا x times the difference between two squares، يبقى عندي 2x minus 3 و 2x plus mean plus 3. يبقى ال x equal 0 or ال 2x minus 3 equal 0 or ال 2x plus 3 equal 0. يعني ال x equal 0 او ال x equal 3 over 2 ده يروح لك بال 3 وتنزل بالديفيجن، or ال x equal negative 3 over a over 2. يبقى السوليوشن سيت هت equal 0 3 over 2 negative 3 over 2. السؤال اللي بعد كده هنا x باور 4 و x باور 2، يبقى اشك على طول ان انا بدل ما هشتغل على x هشتغل على x squared. يبقى انا عندي هنا x squared وهنا x ايه squared، هنا بلس وهنا ماينس، يبقى الاثنين ماينس. a times a اديني 4 والبلس اديني 5 يبقى 4 times 1، الاثنين دول يتفكوا. يبقى انا عندي هنا x minus 2 x plus 2، وهنا x minus 1 x plus 1، الكلام ده equal 0. يبقى either ان ال x minus 2 equal 0 or ال x plus 2 equal 0 or x minus 1 equal 0 or x plus 1 equal 0. يعني ال x equal 2 او ال x equal negative 2 او ال x equal 1 او ال x equal negative 1. يعني ال solution set هت equal معايا 2 negative 2 و 1 و negative a و negative 1. السؤال اللي بعد كده نودي ده هنا بالبوزيتيف، يبقى x باور 4 minus 26x squared plus 25 equal 0. يبقى هنا نفس المسألة اللي فوق بالظبط، x squared minus x squared minus، واضح ان 1 times 25 هي اللي هتحقق معايا الميدل تيرم. يبقى هنا ده هيبقى x minus 1 x plus 1، وهنا x minus 5 x plus 5 equal 0. يبقى either ان ال x minus 1 equal 0 or ال x plus 1 equal 0 or x minus 5 equal 0 or ال x plus 5 equal 0. يعني ال x عندي هت equal 1 او ال x هت equal negative 1 او الاكس هت ايكوال 5 او الاكس هت ايكوال نيجاتيف 5. يعني السوليوشن سيت هت ايكوال معايا 1 ونيجاتيف 1 و5 ونيجاتيف الاي ونيجاتيف 5. طب هنا هيبقى اكس سكويرد ماينس 4 اكس سكويرد بلس 4 ايكوال ايه ايكوال 0. طبعا اكس سكويرد بلس 4 دي مالهاش سوليوشن، يعني ده يتفك هنا هيبقى اكس ماينس 2 واكس بلس ايه 2، وهنا x squared plus 4 equal كام؟
equal 0 يعني either ان ال x minus 2 equal 0 or ال x plus 2 equal 0 or ال x squared equal negative الـ a negative 4. مفيش عندي root للـ a للـ negative 4, وبالتالي ال x عندي هت equal 2 or x equal negative 2 only. يبقى انا عندي هنا 4 roots, في عندي 2 real roots, وان شاء الله بعد كده هتعرف ان ال 2 roots دول موجودين بالفعل, بس الاثنين دول مش موجودين في الريل دومين, موجودين في حاجه اسمها الايماجينري دومين, هتاخدها ان شاء الله في ايه في السكندري 1. يبقى السوليوشن سيت عندي هتيكوال معايا 2 ونيجاتيف 2. اكسرسايز 5 هيدي نوعيه ثانيه من المسائل اللي بيكون فيها دينومينيتورز. لازم اتخلص من الدينومينيتورز عن طريق ان انا اعمل ملتبلاي للهول ايكويشنز باي الليست كومن مالتيبلز لمين, لكل الدينومينيتورز. يعني انا عندي هنا 3 و3 يبقى الليست كومن مالتيبلز ليها لا وهيبقى 3, يبقى ملتبلاي ذا ايكويشن باي 3. يبقى هنا 3 تايمز y سكويرد ماينس 7y over 3, الكلام ده هيكوال 3 times negative 4 over 3. ال 3 تخش هنا يبقى 3y squared 3 times الفراكشن ده ال 3 هتروح مع ال 3 يدي negative 7y, الكلام ده هيكوال 3 هتتكنسل مع 3 دي negative ايه؟ negative 4. نودي دي هنا يبقى 3y squared minus 7y plus 4 equal كام؟ equal 0. نعمل 2 brackets equal 0, نيجي هنا 3y times ال y الاثنين بالنيجاتيف, a times a يديني 4 و 2 diagonals تحقق ال 7, يبقى نخلي كده 1 ونخلي كده a 4, يبقى كده 4y وكده 3y يبقى 7y. يبقى ال 2 brackets عندي 3y minus ال 4 وال y minus مين؟ ال 1. يبقى ال 3y minus ال 4 equal 0 or ال y minus 1 equal 0, يبقى ال y هنا equal 4 over 3 او ال y equal 1, يبقى ال solution set equal 1 و 4 over كام؟ over 3. اللي بعديها هملتبلاي برضك الايكويشن كلها باي 2, 2 times الترم ده يديني 2x squared minus 2 times الفراكشن ده تروح ال 2 اللي تحت يديني, خد بالك بقى هنا الماينس دي ماينس على الفراكشن كله, يعني لما اجي اكنسل ال 2 دي يبقى جوه 2x plus 3, لازم ده ياثر على ده, الكلام ده هيكوال 9. هي دي فكره المساله. يبقى انا عندي هنا 2x squared minus 2x minus 3, الكلام ده minus 9 equal 0, دي جبتها هنا. يبقى 2x squared minus 2x minus 12 equal 0, ناخد ال 2 common factor, يبقى x squared minus x minus 6 equal 0. يبقى هنا 2 open 2 brackets x minus x positive a by a يديني 6 والdifference يديني 1, واضح ان هي 3 times ال a 2 equal 0. يبقى either ان ال x minus 3 equal 0 or ال x plus 2 equal 0, يعني ال x equal 3 or ال x equal negative 2. يبقى solution set هت equal معايا negative 2a و 3. اللي بعديها هنعمل multiplication للهول equation by x, يبقى multiply the equation by x. يبقى انا عندي x squared plus لما multiply 2 over x times x, ال x تروح مع ال x, يبقى هنا plus 2 equal كام؟ 3x. تيجي هنا بالنيجاتيف, يبقى x squared plus 2 minus 3x equal 0, تعال نوضبها, يبقى x squared minus 3x plus 2 equal 0. 1 times 2 is 2 with sum equal 3, يبقى x minus 1 و x minus a minus 2 equal 0. يبقى انا عندي يا اما ال x minus 1 equal 0 or ال x minus 2 equal 0, يعني ال x equal 1 او ال x equal كام؟ equal 2. يبقى solution set هت equal معايا ال 1 وال a ال 1 وال 2. اللي بعد كده هنا الاقي ان في الدينومينيتورز في عندي x وفي عندي 2, يبقى باجي اعمل ملتبليكيشن املتبلاي باي 2x. يبقى هنا ملتبلاي
the equation by 2x. لما أقول 2x times ال x يبقى 2x squared minus 2x times 5 over x. ال x تروح مع ال x يبقى 2 times 5 is 10. الكلام ده هي equal 2x times 1 over 2 يديني ال x. ده يجي هنا بالنيجاتيف يبقى 2x squared minus 10 minus x equal 0. يبقى 2x squared minus ال x minus 10 equal 0. 2x و x. انا عايز الدفرنس يديني 1 يبقى نقلل الدياجونالز يبقى نخلي هنا ال 2 وهنا ال 5 كده 5 كده 4 الدفرنس از 1 والدياجونال الكبير يبقى نيجاتيف وده بوزيتيف يبقى هنا 2x minus ال 5 times x plus 2 equal 0 يبقى يظهر ان 2x minus ال 5 equal 0 or ال x plus 2 equal 0 يعني ال x عندي هت equal ال 5 over 2 or ال x equal negative 2 يبقى السوليوشن سيت هت equal معانا negative 2 وال 5 over ال 2 اللي بعد كده عندي هنا 5 وعندي x يبقى هملتبلاي الايكويشن باي 5x يبقى ملتبلاي ذا ايكويشن باي 5x. طيب لما اقول 5x تايمز الفراكشن ده ال 5 تروح مع ال 5 يبقى لي x تايمز x ماينس 1 وهنا ال x تروح مع ال x يبقى 5 تايمز ال 6 ايكوال كام؟ ايكوال 30 يبقى هنا x سكويرد ماينس ال x نجيب دي هنا بالنيجاتيف 30 ايكوال 0 x بوزيتيف x نيجاتيف واضح ان هي 6 تايمز ال 5 الديفرنس بينهم 1 يبقى ايزر ان ال x بلس ال 5 ايكوال 0 اور x minus 6 equal 0 يعني ال x equal negative 5 او ال x equal ال 6 يعني السوليوشن سيت عندي هت equal ال negative 5 وال a وال 6. نيجي نشوف مع بعضينا مسائل اللي تشوز. بيقول لي السوليوشن سيت اوف ذا equation ديت ان r is a. هنا يا اما x equal 0 يا اما x minus 2 equal 0 يبقى ال x equal 0 ده روت صريح وال x minus 2 equal 0 معنى كده ان الروت x equal كام؟ x equal 2 يبقى التشويس سي. اللي بعد كده طبعا انا ما ببصش لل 3 خالص انا عندي هنا ال x minus 2 هت equal 0 او ال x plus ال 5 هت equal 0 ده يديني x equal 2 وده يديني x equal negative الايه 5 يبقى 2 negative 5. اللي بعد كده difference between two squares يبقى انا عندي x minus 2 equal 0 او x plus 2 يبقى عندي اما x هت equal 2 او x هت equal negative 2 يبقى اللي تشويس ايه اللي تشويس دي. طيب اللي بعديها كده هنا x squared plus 25 equal 0 قلت لك خليك حافظ شكل الايكويشن دي طالما 2 terms والاثنين perfect square وبينهم plus يبقى ملهاش اي solution in R يبقى هنا ايه 5. طيب هنا x minus 4 all over square the perfect square يعني x minus 4 times x minus 4 يبقى الروت عندي هنا هيديني ايه؟ هنا هيديني 4 وهنا هيديني 4 يبقى just one root اللي هو ايه؟ اللي هو 4. نيجي اللي بعد كده هنا x times x minus equal ايه؟ 5x لازم نحلها يبقى هنا ندخل ده هنا وهنا يبقى x squared minus 3x equal 5x نجيب دي هنا بالنيجاتيف يعني ال x squared minus 3x minus 5x equal 0 يعني ال x squared minus 8x equal 0 ناخد x common وهنا هيبقى x minus 8 equal 0 يبقى ده يديني 0 وده يديني 8 يبقى 0 و 8. اللي بعد كده السوليوشن سيت للايكويشن دي. طيب دي ايكويشن عشان في ايكواليتي وفي تو سايز طب اعمل ايه؟ هنا على طول البرودكت بتاع المينز يايكوال البرودكت بتاع الاكستريمز يعني ايه؟ يعني ال x squared equal كام؟ equal ال 36 يعني ال x عندي هت equal plus minus root 36 اللي هي plus minus كام؟ plus minus 6 اللي هو ايه؟ اللي هو ده. طيب بيقول لي الايكويشنز whose roots are 3 و 5 is a هو مديني الروتس 3 و 5 يبقى الفاكتورز مين؟ الفاكتورز x minus 3 و x minus مين؟ x minus 5. طب تعالى نضمهم x minus 3 x minus 5 x times x يديني x squared x times negative 5 negative 5x
نيجاتيف 3 تايمز الاكس نيجاتيف 3x بلس ال 15 يبقى هت ايكوال اكس سكويرد ماينس ال 8x بلس ال 15 ايكوال كام؟ ايكوال 0 اللي هي سي. Exercise 7 complete the following. بيقول لي if negative 5 is a root of the equation ديت يبقى ال other is a. اول نحلها، مش لازم انا اجيب الفاكتور ده، انا عندي هنا هيبقى x و x positive negative a times a يديني 15 والdifference 5 هم يديني واحد منهم 5 يبقى 5 times ال a times ال 3 يبقى ده هيديني الروت اللي هو negative 5 والروت اللي هنا هيطلع معايا كام؟ هيطلع معايا 3. اللي بعديها x equal to is a root of the equation ديت زين ال k equal what. خد بالك الروت يحقق الايكويشن، يعني لما اجي اعمل substitution بالروت في الايكويشن يحققها لي. يبقى since ان ال x equal to is a root then 2 squared minus 6 times 2 plus ال k equal 0. عملنا ايه؟ عملنا substitution، شلت ال x وحطيت 2. طيب ده معناه ايه؟ ده معناه 2 squared is 4 minus 6 times 2 is 12 plus ال k equal 0 يعني negative 8 plus ال k equal 0 ده معناها ان ال k equal كام؟ ال k equal 8. يبقى الايكويشن بتاعتي عباره عن x squared minus 6x plus ال a ال 8 equal 0 دي اللي هي هتبقى كده x minus x minus واضح ان هي 2 times ال a 2 times ال 4 equal 0. يبقى انا عندي ال other root is a is 4. اللي بعديها if one of the roots of the equation that equal a is a root of the equation that يبقى ال a بكام؟ يبقى انا عندي في root similar، يبقى انا عندي هنا ال 2x squared plus 8x equal 0 ناخد 2x common يبقى معايا x ax plus 4 equal 0. يبقى هنا الروتس يا اما ال x equal 0 or ال x equal negative 4 دول الدبل روتس بتوعي. هو بيقول لك ان الروتس دول واحد منهم روت لمين؟ للايكويشن دي. يبقى اخد مره روت ده اعوض بيه هنا واخد مره روت ده اعوض بيه هنا واطلع الفاليو بتاعت ال a. يبقى هنا هنقول at x equal 0 يبقى زين 0 squared plus 5 times 0 plus ال a equal 0 يبقى ال a equal كام؟ equal 0. و at x equal negative 4 يبقى negative 4 squared plus 5 times negative 4 plus ال a equal 0 يبقى negative 4 squared is 16 minus 20 plus ال a equal 0 يبقى نيجاتيف 4 بلس ال a ايكوال 0 يبقى ال a بكام؟ ال a ب 4 يبقى 0 اور 4. المسألة اللي بعديها السوليوشن سيت بتاعت الايكويشن دي از ايه؟ طيب نعمل اولا ملتبليكيشن تايمز 2x. 2x تايمز ال x يبقى ال 2x سكويرد. 2x تايمز الفراكشن ده ال x تروح مع ال x يبقى 2 تعملها ملتبليكيشن باي 2 ديت يبقى نيجاتيف 4. الكلام ده هيكوال هنا هيبقى 7x. نودي ده هنا بالماينس يبقى 2x سكويرد minus 7x minus 4 equal 0 two brackets 2x و x 4 انا عايز نجمع 7 يبقى 1 times 4 وهنا minus وهنا plus يبقى هنا ال 2x plus ال 1 وهنا ال x minus ال 4 equal 0 يبقى السوليوشن سيت عندي هت equal ده هيديني 4 وده هيديني negative 1 over a over 2. السؤال اللي بعد كده بيقول لي لو ال x plus 1 over x equal 2 عايز النيوميريكال فاليو للاكسبريشن ده. طب تعالى نحل دي، هنا هنملتبلاي الايكويشن كلها باي x يبقى x squared plus 1 equal 2a 2x يبقى x squared plus 1 minus 2x equal 0 يعني x squared minus 2x plus 1 equal 0 يبقى ده هنا x minus 1 times x minus 1 equal 0 يعني ال x هنا equal كام؟ equal 1 يبقى at x equal 1 يبقى انا عندي x squared plus 1 over x squared هيكوال معايا 1 squared plus 1 over 1 squared which is 1 plus 1 which is a which is ال 2.